اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. مثل ما عودناكم مشاهدي قناه اي بي سي العربيه، دائما برنامجنا عم يستضيف رجل اعمال او سيده اعمال مميزين بقلب ارض الامارات العربيه المتحده. مشان هيك مشاهدينا رحبوا معنا بالسيد احمد مهنا والسيد عمر مهنا، وهم شركاء ومؤسسين في شركة سايبر بيكسل لخدمات التسويق. يا مرحبا. يا هلا فيك. يا هلا وسهلا. بداية حابين نتعرف عنكم، تقول لنا مين الأستاذ أحمد ومين الأستاذ عمر وعن الشركة لو سمحتوا. نعم، الشركة مبدئيا صار لها بحدود تقريبا 10 سنوات. الشركة متخصصة بخدمات التسويق، بخدمات التطوير. فعلياً نحن شركاء في عنا كذا ديفيجن بالشركة. في عنا ديفيجن التسويق، في ديفيجن الـ IT أو development، وديفيجن تايت هو الـ business development فعلياً. هلأ الشركة تخصصها هو التسويق أو إظهار البزنس اللي عم يصير جديد يكون موجود أونلاين. هذا الشيء عم يصير للبزنس اللي أوردي شغال والبزنس الجديد اللي عم يكون عم يفتح بالإمارات. يعني أي مستثمر عم يجي على الإمارات عم يكون عنده بلان معين ليفتح بزنس، حتى يكون هو موجود أونلاين عم يكون نحن دورنا هون نوفر له هالخدمات هاي لتأسيس هذا البزنس، يكون عنده بلاتفورم أو منصة معينة من تطبيق أو ويب سايت نسوي لها تسويق، نعطي أفكار معينة حتى يقدر يسوي بزنس صح هون في الإمارات، وبعدها بيكون في علاقة دائما نحن معه بتطوير هذا البزنس. نعم. هذا مبدئيا المختصر. نعم. تماما عن عمل الشركة. نعم. أستاذ عمر، تحكي لنا عن شو اللي يميزكم يعني بهيك خدمات، وخصوصا أنه معروف التكنولوجيا اليوم كتير متاحة أفقه ومتاحة. نعم. فاللي يميزكم كشركة؟ هلا بداية أول شيء في عنا نحن جمعنا كذا فيلد بشركتنا. أول شيء موضوع البزنس ديفلوبمنت كدراسات واستراتيجي وكبلانز للبزنس، كيف بده ينشأ يتطور وياخد مكانه بالماركت، بالإضافة للإنفراستركشر الأونلاين إنفراستركشر للبزنس نفسه من ناحية المنصات والمواقع اللي ننشأها، بالإضافة لتسويقه. هون بدل ما يجي العميل أو المستثمر يروح لعدة أماكن حتى يحصل كل خدمة، نحن عم نجمعه بمكان واحد ونخليهم موجودين من A to Z. بالإضافة هلأ نحن يعني recently كان صرنا نقدم خدماتنا نسميها نحن Pay After Development، أو خدمة بنقدم الخدمة وبيتم الدفع بعد تقديم هاي الخدمة وليس قبل، ليكون العميل satisfied عجبه كل العمل بيتم الدفع. هون نحن الحمد لله يعني الكباسيتي تبعنا صارت، في عنا بادجيتينج، في عنا تيم نقدر نشتغل على هذا الشيء، وصار بارت من الماركتينج استراتيجي تبعنا. نعم. استاذ احمد، يعني عم تقول 10 سنوات ما شاء الله الشركه قائمه، فهي 10 سنوات يعني بالتحديد بدوله الامارات العربيه المتحده. ليش اليوم انه الامارات العربيه المتحده؟ لا بصراحه اول شيء بدنا نحكي على التسهيلات اللي هون. نعم. اي مستثمر بده يجي يستثمر في هون في البلد بصراحة التسهيلات رائعة، يعني من وقت ما يفتح ياخذ اللايسن لوقت يبلش يسوي الأمور كلها، ترتيب الشركة كلها كله موضوع عم يكون سهل، فينا نقول أتمت، فينا نحكي واضح، ما عم ياخذ وقت كبير اللي هو عادة هذا الوقت التأسيس بيستنزف من المستثمر بأول فترة. هذا الوقت عم يكون كتير قصير، هذا اكثر شيء بصراحه يعني شجعنا هون انه نبدا البزنس هون. نعم. حتى صار يعني كل هالخدمات وكل هالاشياء يعني على الموبايل، عم نحل تاسيس الشركه ولا البنك اكاونت ولا هالاشياء كلها على الموبايل، يعني عم تنحل يعني كثير توفير وقت كبير. والموضوع الثاني اللي هو بصراحه الامن والامان اللي هون بالبلد، يعني موضوع الامان هون هو اول شيء بيتاخذ يعني الكونسنتريشن، يكون موضوع الامان. نعم. نحن يعني اي بزنس بده يتاسس بده يكون يعني المكان اللي مؤسس فيه able to انه to expand، يعني يتطور، ما تكون بلان قصيره او مؤقته او هيك.
هون كان موضوع الامن والامان كثير عامل مهم جدا في فتح البزنس، في طمانينه يعني بالماركت وبال بالبلانز اللي بنحطها تماما. يعني في طمانينه، يعني شفنا نحن الماركت كيف حتى لما بيصير اي شيء مثل لما كورونا ولما اشياء، يعني القرارات اللي بتتاخذ والمعافات من الكوارث خلينا نقول مثل اللي صارت، يعني طريقه كثير بتشجع بصراحه. يعني احنا الحمد لله بعد الكورونا وخلال الكورونا كنا افضل من قبل الكورونا. نعم. يعني بناء على الاشياء، يعني حتى يعني كجروث للماركت تبعنا والبزنس، يعني الكورونا هي صح كان شيء مو منيح صار وتاثر فيه كثير عالم، بس من اماكن ثانيه يعني بسبب الاجراءات اللي تبعت هون لا كان يعني بيطلع تماشت مع وبظن مع كثير قطاعات، يعني مو بس قطاعنا. نعم. نحكي طيب بما انه ذكرتوا استاذ عمر الخطط المستقبليه، بما انك ذكرت البلان ويكون زمان بهالموضوع هذا والشركه نفسها، خطتكم المستقبليه شو عم بتكون؟ شو ناويين تعملوا لقدام؟ هلا بصراحه احنا حاليا عم نخدم الامارات، عم نتوسع لدول الخليج. اكيد الخطه المستقبليه هي اكسباندينج لجميع دول الخليج، السعوديه الكويت جميع دول الخليج، واكسباندينج بعدين ليوروب امريكا. يعني نقدر نخلي خلينا نقول ريموتلي سيرفيسز تبعنا ريموتلي ممكن نقدمهم. حاليا عم نقدم لشركات بالخارج، ولكن تركيزنا لسه منصب للخارج. ان شاء الله البلانز تبعنا هي الاكسباندينج لبرا ان شاء الله. يا ان شاء الله. استاذ كمان احمد شو حابب نستضيف عن الشركه؟ والله انا حابب بصراحه، يعني حابب اوجه بصراحه شكر لحكام الامارات وشيوخ الامارات على بصراحه على القرارات وعلى طريقه اداره البلد هون، اللي هي فعلا عم تكون يعني كثير فينا نقول مطمئنه للمستثمرين. يعني المستثمر هون عم يجي عم يكون مطمئن لأبعد الحدود لتأسيس أي بزنس هون، وعم يكون في استمرارية. وأكيد يعني شكراً لكم كمان على المقابلة اللطيفة. أكيد أكيد. أنا بدي أسأل السؤال الأخير اللي هو كيف المشاهدين بيقدروا يوصلوا لشركتكم؟ في أي معلومات نعطيها عبر الكاميرا لا يقدروا يعرفوا مقر الشركة بالضبط؟ نعم، نحن مقر الشركة بدبي بعود ميثا. نحن ويب سايتنا هو cyberpixel.ae. عن طريق الويب سايت بيكون جميع معلومات الاتصال موجودة، جميع أعمالنا، شرح كامل عن خدماتنا فيهم يوصلوا لنا عن طريق الموقع. أهم شيء أكيد بتمنى لكم التوفيق يا رب وإن شاء الله منا للأحسن. شكراً. بدي أتشكركم كل الشكر السيد أحمد مهنا والسيد عمر مهنا، طبعاً أنتم شركاء ومؤسسين في شركة سايبر بيكسل للخدمات التسويق. كل الشكر لكم. شكراً لك. أما هلأ مشاهدينا بنكون وصلنا نحن وياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج رواد الأعمال. نلقاكم كل جمعة وسبت، انطرونا. إلى اللقاء.